اكو كلها سلميه، ولا اكو اي شيء يدل على انه احنا خربنا البلد، او اي شيء من الممتلكات العامه والخاصه. لم يكن للمراه العراقيه ان تكون بمعزل عما يجري في البلاد من احداث مفصليه، ولم يكن لها ان تغيب عن المشاركه في انتفاضه تشرين المطالبه باسقاط النظام لتسجل مع اخوانها المتظاهرين بطولات سيخلدها التاريخ على مر الازمان. المشاركة البارزة للمرأة في انتفاضة تشرين على مدار الليل والنهار اتخذت أشكال عدة رغم كل المخاطر التي تنتظرها، خاصة مع الاستهداف الحكومي الممنهج للمتظاهرين بالقتل والاعتقال والاختطاف، إلا أن ذلك لم يمنعها من الخروج إلى ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات لتقدم المساعدة للمتظاهرين، سواء عبر الفرق الطبية أو جمع التبرعات وتوزيعها أو تنظيم حملات التنظيف والطهي وغيرها كثير. وهو الدور الذي لم تخفل عنه صحيفه الاندبندنت البريطانيه حيث اشارت الى الدور الكبير للمراه العراقيه في الانتفاضه التي قد تصل الى حد التضحيه بحياتها من اجل رفعه الوطن وخلاصه من النظام الحاكم. <applause> انا انا ام ولدي ويا المتظاهرين وجيت انا الظاهر وياهم. احنا نريد عراقنا يرجع مثل قبل. بامان نمشي بامان نريد حقوقنا كليتها انضمام المرأة لانتفاضة تشرين حمل معه مدلولات كثيرة ليكون حضورها المميز بكل هذا الزخم دافعا كبيرا لبقية المتظاهرين للصمود والتصميم والتمسك بالمطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها وأولها إسقاط النظام فجاءت انتفاضة تشرين لتشكل نقطة تحول في تاريخ العراق بشكل عام وبالنسبة للمرأة العراقية بشكل خاص فها هي اليوم موجودة بكل القوه في جميع الساحات وميادين الانتفاضه لتصبح بدون منازع ايقونه بارزه لها ورمزا وطنيا من رموز العراق العظيم